لماذا كل هذا يا قساة القلوب؟ لما رآهم الحسين عليه السلام مصرين على قتله أخذ المصحف ونشره وجعله على رأسه ونادى: بيني وبينكم كتاب الله، وجدي محمد رسول الله. كأنه يرسم هذه الصورة: أنتم يا أمة الإسلام أوصيتم بالكتاب والعترة، هذا الكتاب على رأسي، وها أنا ذا سيد العترة في هذا الزمان أمامكم، وأستحلفكم بكتاب الله وبجدي رسول الله. يا قوم، بما تستحلون دمي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ ألم يبلغكم قول جدي في وفي أخي؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، إن لم تصدقوني، حاشاك يا أبا عبد الله، أنت الصادق المصدق، إن لم تصدقوني فاسألوا جابرا وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري، أليس جعفر الطيار عمي؟ فناداه شمر عليه اللعنة: الساعة ترد الهاوية. قساة القلوب لعنة الله عليهم. فقال الحسين عليه السلام: الله أكبر، أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: رأيت كأن كلبا ولغ في دماء أهل بيتي، وما أخالك إلا إياه. فقال شمر: أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول. ولما قتل أصحاب الحسين عليه السلام وأقاربه، وبقي وحيدا فريدا ليس معه إلا ابنه علي زين العابدين، وابن آخر في الرضاع اسمه عبد الله، تقدم الحسين عليه السلام إلى باب الخيمة فقال: ناولوني هذا الطفل حتى أودعه. فناولوه الصبي وكان يبكي عطشا، فجعل يقبله وهو يقول: يا بني، ويل لهؤلاء القوم، إذ كان خصمهم محمد صلى الله عليه وآله. فأخذه على يده وقال: يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل. فرماه حرملة بن الكاهل بسهم فنحره. فأخذ الحسين عليه السلام دمه فجمعه ورمى به نحو السماء، فما وقعت منه قطرة إلى الأرض. وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: لو وقعت منه إلى الأرض قطرة لنزل العذاب. انظر إلى هذه القسوة والوحشية والهمجية. طفل رضيع، طفل رضيع يستقي أبوه لأجله الماء. لو كان هذا الأب والعياذ بالله كافرا، لو كان عدوا لدودا، لما أجاز الإسلام أن يحرم رضيعه من الماء. لا تجيز ذلك أخلاق الإسلام ولا تعاليم الرحمة المهداة إلى العالمين، أعني رسول الله. فكيف استجاز هؤلاء القوم
لا أن يحرموا الماء، أن يحرموا هذا الطفل الرضيع من الماء فقط، وإنما أن يذبحوه بسهم وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قلوب هي كالحجارة أو أشد قسوة منها.